الاشكاليه راه ماديه، كنحاولوا نتغلبوا عليها في واحد الشق، ولكن حيت يكون شق كبير جدا على الطموحات ديالنا. انا ما عنديش طموح، انا ما كرهش يكونوا عندي جميع اللاعبين اللي كاينين في العالم نهزهم نشريهم كاملين بواحد بواحد. راه كتشوف الفرق اللي كتضرب 200 مليار، راه انت حيت لعبنا مع فريق اللي هو الهلال السعودي، عندهم الامكانيات كتعطيهم الدوله 100 مليار. 100 مليار هذه مساهمه ديال الدوله، حنا راه كناخذوا غير 600 مليون. فرق، شوف الفرق.